طيبين. حضرتك طيبة وخيرة. النهاردة المحاضرة بتاعتنا، أنا عارفة إنكم سبقتوا في السكشن عشان المحاضرة اتأخرت، بس إحنا برضه هنجمع الكلام كله ونشوف إيه اللي هنركز عليه. دي تعتبر من المحاضرات اللي هي بداية الووتر كواليتي كأناليسز، أو إزاي بقى نحكم على المياه إذا كانت جيدة مش جيدة، إزاي أحدد العناصر اللي أنا هتكلم عليها أو هقيسها أو هعمل لها اختبارات هختبرها. دي المحاضرة دي مهمة جدا لأنه اختبارات المياه، وهنتعرف يعني على الخصائص، ما هيش خصائص واحدة، أنواع كاتيجوريز من الخصائص بيبين ده في أول سلايد الكفر. لو لاحظنا أنا عندي المحور الأفقي في بعض البارامترز المشهورة جدا اللي دايما دراسات الووتر كواليتي بتركز عليها وبتقيسها وبتطلع لها نتائج. دكتور، زي البرزنتيشن مش طالع يا دكتور قدامنا. والله بس انا عامله له شير. ما طيب ظاهر يا دكتور، ظاهر ظاهر والله. ظاهر. طيب يبقى مشكله عندي بقى انا. ظاهر ولا مش ظاهر؟ ظاهر يا دكتور، ظاهر يا دكتور، ظاهر يا دكتور. والليزر ظاهر، انا عامله الماوس ليزر عشان اتكلم. ايوه يا دكتور. طيب البي او دي ده اللي هو احد العناصر المهمه جدا اللي هو البايوكيميكال اكسجين ديموند، وهنعرف بعد كده التعريفات. الدي او الديزولفد اكسجين، الاكسجين المذاب، النيتريت اللي هي النترات، البي اتش اللي هو الاس الهيدروجيني. دي بعض الحاجات المشهوره جدا، دي الكالسيوم، دي النيترايت، ده المغنيسيوم، ده الكالسيوم، توتال كوليفورم، الهيفي ميتالز، الفوسفات، الفيكال كاليفورم. دي كل ده هنتعرف. السي او دي اللي هو الكيميكال اكسجين سولد، التربيديتي، العقاره، الايونات، التوتال سسبندد سوليد اللي هي العقاره، والتوتال ديزولفد دي اس اللي هي التوتال ديزولفد سوليد اللي هي الاملاح المذابه، كل والتمبريتشر الحراره، كوندكتيفيتي الموصوليه. كل الحاجات دي اشهر الحاجات. لما هنتكلم عن الموضوع انا هحاول بس ادي مبسط لان الموضوع ده كبير جدا. كل المواصفات سواء المحليه او العالميه بتدي حوالي 200 عنصر ممكن احللهم. طبعا التحاليل بتبقى مكلفه جدا سواء في اخذ العينات او في اجراء الاختبارات في المعمل او في الحقل. علشان كده يعني لو هتبصوا في اي حاجه هنزل لكم النهارده ان شاء الله على التيمز الاكواد العالميه والمحليه اللي بنشتغل فيها اللي هي موجوده في المحاضره دي، ما رضيتش انزلها قبل كده عشان تعرفوا اهميتها. احنا طبعا لما نيجي نشتغل سواء احنا في مصر او بره مصر بحدد اهم العناصر المؤثره في الدراسه بتاعتي. نفترض ان انا مثلا في منطقه زراعيه يبقى هيبقى النيتريتس ومركبات الاسمده والمبيدات اللي هي معظمها مركبات نيتراتس وامونيا هي دي اللي هركز عليها. لو مخلفات صناعيه يبقى انا هركز على الهيفي ميتالز وعلى التوكسيك المواد السميه وعلى المواد الكيميائيه اللي هي طالعه من المصانع. دي كل مره انا بحدد علشان اعمل اقتصاديات للتكاليف، ما اعملش كل حاجه. وفي حاجات بقيسها مره واحده اتاكد هي موجوده ولا لا، وفي حاجات بقيسها كذا مره، مره مثلا كل يوم، مره كل اسبوع، مره كل شهر، حسب تغير المعاملات دي. فاحنا النهارده وكل الاصناف دي متقسمه لكاتيجوريز. الكاتيجوريز دي احدها لكن مش كلها. انا يعني ممكن اقسم الخصائص بتاعه الووتر كواليتي لفيزيائيه وكيميائيه وبيولوجيه، وممكن اخصصها لهيفي ميتالز وموجر اينز ومايكروبيولوجيا، يعني ممكن اخصصها بيولوجيه واورجانيك ونون اورجانيك، عضويه وغير عضويه، في حاجات كتير، ومايكروبيولوجي، في حاجات كتير قوي ممكن اقسم المواد الخصائص بتاعتي. فانا عشان ما انتهش احنا هنستعرض كل الخصائص، بس في الاخر هنحدد. لو انا ما مش عارفه يعني احدد الدراسه بتاعتي محتاجه ايه، هنحدد ليست لازم دي تتعمل، ولو انا عندي امكانيه ان انا اعمل اكتر هنحدد ليست اكبر. ده لو انا مش قادره احدد المواد. بس عشان ما انتهش احنا هنتكلم في تفاصيل كتير جدا وتقسيمات مختلفه
بس علشان نفهم ازاي اقدر احدد العناصر. وفي الاخر هندي ليست مهمه، لو ما عرفتش احدد انا من البيانات الاوليه اللي عندي اقدر التزم بيها وافر منها. دي المقدمه ان انا احدد ايه هي العناصر. هنبتدي المره الجايه ان شاء الله هنبتدي نعمل الرصد، ازاي اخد العينات بقى بعد ما حددت انا عرفت ايه المشاكل اللي عندي وحددت البارامترز اللي عندي اللي انا عايز اشتغل عليها اللي انا عايز ادرسها، ازاي بقى انزل اخد العينات بتاعتي وازاي اعمل لها تجارب في الفيلد او تجارب في المعمل. وبعد كده المحاضره اللي بعدها هنبتدي نعمل التستنج، ازاي نختبر العينات دي وازاي نعبر عن النتائج دي، ازاي نعرض النتائج دي وازاي نختبر النتيجه دي صح ولا غلط، وازاي نستبعد النتائج الغلط اللي هي التعامل مع النتائج. وبعد كده نبتدي بقى نعمل ايه اناليسز، يعني دراسه اعبر عنها بشرط. ده اسمه assessment. الشرط اللي موجود ده دراسة. انا جبت النتائج وعملت كل حاجة وبعدين رسمت شرط يعبر عن النتائج بتاعتي بالقيم. لما اوصل للمرحلة دي اسمها assessment او analysis. خلاص انا ابتديت اعمل analysis وابتديت اعرف اكتر عنصر عندي موجود نسبته قد ايه واقل عنصر ايه عنصر. لما اوصل للمرحلة دي بقدر اكون انا عملت تحليل بيئي للمشكلة اللي عندي واقدر اعمل توصيات واقدر اكتب تقرير. ده ملخص الكورس بتاعنا على فكرة. يعني الاول احنا خدنا فكرة عن انواع المية وبعدين التلوث اللي بيحصل المية. النهاردة هنعرف ايه العوامل اللي اقدر احدد بيها مدى جودة او تلوث المية. بعد كده هنبتدي مراحل بقى ازاي ناخد عينات، ازاي نختبر العينات، ازاي نتعامل مع الداتا ونقول الداتا دي سليمه ونستبعد الغريب منها والشاذ، او نستنتج القيم الناقصه لو انا ناقص عندي داتا. دي مهمه جدا. بعد كده ابتدي اعمل اناليسيس بكذا طريقه. احنا عندنا طريقه الاناليسيس فيها مؤشرات للميه، وفي طريقه التحليل بطريقه الجرافس دي، يعني ده نوع من التمثيل. وممكن امثل ده بيمثل عنصر. في تمثيل بمؤشرات باخد العناصر كلها واحطها في مؤشر واحد يقول لي المايه دي جود ولا باد ولا ميديوم ولا اكسلنت. يعني ممكن اتعامل بمؤشرات للمياه. ده ملخص اللي احنا هنقعد نشتغل فيه لحد اخر الكورس ان شاء الله. باذن الله على اخر الكورس هنقدر نعمل ريبورت على مشكله معينه فيها تلوث حقيقيه ببيانات حقيقيه، هنديها لك وانت اللي هتكتب الريبورت بناء على المحاضرات اللي انت خدتها. فالموضوع انترستنج ومش صعب الفهم، بس بيديك معلومات عامه وممكن ما تتخرج تستفيد بالحاجات دي. لو عندك مشكله في ميه الخلط مثلا ومش عارف مصدرها، جايه لك من ترعه، جايه لك من طلمبه، وعايز تتاكد وعايز تحللها، ممكن تحللها بنفسك، ممكن تبعتها لمعمل تحليل يحللها وتقدر تتعامل مع النتائج بتاعت التحليل دي بانك تختار مثلا نوع الاسمنت المناسب. ده على سبيل المثال. فهي هتفيدك جدا في الشغل بعد. الناس اللي هتشتغل في الري او هتشتغل في الصرف الصحي هيستفيدوا جدا، لان شغل الصرف الصحي كله في الكلام ده، وشغل الري كتير منه في معالجه الميه واعاده الاستخدام بتاع مياه الصرف، كله متعلق بجوده الميه. ما اقدرش اخلط ميه ري على ميه صرف الا لو كانت جودتها تسمح. فبعمل لها اختبارات الاول على الجوده قبل ما اخلطها، وبعد كده احدد نسبه الخلط. فهي مفيده ليك في تخصصات ثانيه حتى لو مش هشتغل في مجال الووتر كواليتي نفسها. المحاضره بتاعتنا هتبتدي بخصائص الميه الووتر كواليتي، يعني ايه خصائص الجوده، وبعدين نتكلم على الخصائص الاساسيه، وبعدين نبتدي ناخد تيبيكال اكزامبلز على الريفر والليك والكوستال، واخر حاجه هنتكلم على الاكواد او القوانين اللي بتحكم خصائص الميه. يعني بالنسبه لميه الشرب مثلا، منظمه الصحه العالميه WHO، بالنسبه لميه الري في الفاو، بالنسبه للووتر كواليتي بصفه عامه في حاجه مصري وفي حاجه امريكي وفي حاجه اوروبي هنتكلم عنها بالتفصيل. دي الريفرنس بتاعنا، يعني لما اعمل تحليل ولا ايه اقل من قيمه معينه اشوف الميه اللي انا بحللها دي هتستخدم في ايه واقارن. لو هي تستخدم ميه شرب اقارن بال WHO، لو هي تستخدم في الزراعه اقارن بدي، لو هي هتتصرف هخلط ميه على ميه هصرف على مسطحات اشوف بصفه عامه في الثلاثه دول
الدول اللي ما عندهاش قانون لجودة المية ممكن تستعمل القوانين الكودات العالمية الأمريكي والأوروبي، وفي بعض الدول عندها أكواد زي مصر والهند ودول عندها مجاري مائية كتير بتحتاج إن هي تبقى عندها الكود المحلي الخاص بيها. وهنشوف أهمية الأكواد دي في الموافقة على المشاريع. يعني لو أنا عندي دلوقتي كل المشاريع اللي لها تمويل بالذات التمويل الدولي لازم يكون مستوفي واشتراطات الأكواد العالمية، يعني إن هو ملوش أي تأثير بيئي ب 13 15 كده عنصر لازم يتوفوا طبقا للمواصفات العالمية للبيئة اللي هي الـ EPA والـ EEA، ده الأوروبي وده الأمريكي. لو محلي بيبقى لازم يستوفي شروط اللي هو جهاز شؤون البيئة، الكود بتاع جهاز شؤون البيئة. فده حاليا نتيجة التلوث الكبير جدا بقت المشاريع لازم تاخد موافقة على الأثر البيئي، ولو بيشمل بقى المية والهواء والتربة والضوضاء وكل حاجة، يعني جميع الأشكال من التلوث السمعي والبصري وكل حاجة في الهواء والمية. ده بالنسبة بيتعمل تقرير مخصوص، والتقرير ده لما يعتمد يبتدي التمويل بتاع المشروع يتصرف، والتمويلات الدولية بيبقوا متشددين أكتر في الاشتراطات البيئية أكتر من التمويلات المحلية. فالكلام ده برضو مهم لو حد يشتغل في انترناشنال أوفيس أو حاجة فيها انترناشنال بتتعامل مع الكلام ده، بيبقى جزء من التعاقد إن أنا لازم أوفي الشروط البيئية اللي هي بتعتمد على الخصائص دي ومقارنتها بالأكواد دي، وهم اللي بيحددوا كود الريفرنس بتاعه. أبسط حاجة وأول حاجة واللي من أيام مثلا إعدادي كنا بناخدها اللي هي الخصائص العامة للمية، الخصائص المية العادية مش بس جودة المية، المية العادية بيبقى عندي خصائص فيزيائية وخصائص كيميائية وخصائص بيولوجية. الخصائص الفيزيائية دي اللي هي بتتشم، بتتحس، درجة الحرارة، التذوق زي ما هنشوف هنا التمبريتشر درجة الحرارة، اللون شفافة، المفروض المية الطبيعية تبقى شفافة، لو غيرت لونها تبقى فيها مشكلة. الريحة وطعمها، لو فيها طعم غريب شابة كلور طين مع صرف صحي يبقى فيها مشكلة، المفروض ان هي odorless و tasteless، يعني لا لها طعم ولا ريحة ولا لون. التربيديتي العقارة، لو هي مش شفافة وفيها عقارة يبقى فيها مشكلة، دي مشكلة فيزيائية. السوليدز لو فيها حاجات معلقة زي الطمي اللي موجود في مية الترع ما ينفعش نشربه لأن الطمي بيبقى معلق جوه المية، مثلا الأملاح الزائبة أو الغير زائبة في المية دي لو زادت عن نسبة معينة تعتبر نوع من أنواع التغير الفيزيائي بالنسبة. كل الحاجات دي بقدر أحددها. ممكن الكالور ليس والتيست ليس والأدر ليس دي بالحواس العادية، التمبريتشر بقدر أقيسها بترمومتر، التربيديتي العقارة بقدر أقيسها بالجهاز بيقيس درجة العقارة بعدد نقط العقارة في وحدة الحجوم، والسولدز برضو بقدر أقيسها بجهاز. في حاجات بتتقاس بأجهزة وفي حاجات بس بالشم أقدر أعرف، بالتذوق أقدر أعرف، بالنظر أقدر أعرف اللون. ودي اسهل نوع من انواع الخصائص اللي بقى اتعامل فيها معايا، لان انا يا اما اجهزه بسيطه سنسورز بسيطه يا اما بالحواس بتاعتي اقدر احدد. الكيميكال بارامترز بقى كتير جدا زي اللي احنا شفناها في الاول، الاملاح المذابه، القاعديه والحامضيه، الاس الهيدروجيني، العصر المائي، مركبات الكلور، مركبات النيتروجين، مركبات الفلور، المعادن، الغازات، كل دي كيميكال بارامترز. ده جزء بس منها، تحت كل واحده من دول بيجي تصنيفات كتير جدا، دي نوعيات كتير. دي فكره عن الكيميكال بارامترز. الكيميكال بارامترز عندي بتيجي يا اما من الاجريكلتشر يا اما من الاندستريال ويست ووتر، واحيانا بتيجي من تفاعل التربه مع الصخور مع نفسها. يعني اساس احيانا بيحصل عندي تلوث للميه ناتشرال من الصخور اللي بتحتك بيها، خصوصا لو هي فوالق مثلا او مواد صخريه، فممكن تحصل تلوث من غير ما يجي لها ملوث خارجي خالص.
ممكن يبقى عندي أنواع زي ما قلنا قبل كده، بس دي تصنيفة تانية. يعني الأولانية دي مقدمة للكيميكال، لما نيجي ندخل أكتر شوية هنقول عندي في معادن عضوية، في عندي مركبات كربونية، في عندي علاقة الأصل الهيدروجيني بالحامضية والقاعدية، في عندي مؤشرات غير عضوية، وفي عندي الخصائص المواد المشعة دي اللي هي راديو نيكولاتس، دي اللي هي وجود أثار مواد إشعاعية في المية. في عندي مواد عضوية، في عندي مواد غير عضوية، دي عضوية، دي إما غير عضوية ودي عضوية، ودي غازات ذائبة زي الأكسجين المذاب في المية. ده بالتفصيل كل واحدة منهم نقدر نعرف عنها البي اتش بتعمل ايه والتوتال هاردنس العصر المائي. كلمة يعني انا هدي سريع بس ممكن انتوا ترجعوا تقروها، الالكتريك كوندكتيفيتي اللي هي الموصولية الكهربية، قدرة المية على دي من الخصائص برضو الطبيعية اللي موجودة بتعتمد على نسبة الاملاح. العصر اللي هو وجود نسبة كبيرة من كربونات الكالسيوم بتخلي على الصابون ما يرغيش. لو احنا ساعات بنيجي نستعمل صابون في ميه البحر بنلاقيه ما يرغيش عشان الميه مالحه جدا، ده بيسموه التوتال هاردنس، وبيجي نتيجه زياده نسبه كربونات الكالسيوم في الميه. الكالسيوم نفسه الكالسيوم ايون ايون والمغنيسيوم ايون، العلامه دي معناها ان في شكل ايوني. انا عارفه ان احنا شويه احنا مش هندوس في الكيمياء قوي مع ان الماده دي كلها بتبقى اساسها الكيمياء، بس انا هركز على الحاجات الاساسيه اللي تخص المهندس المدني. لما نشوف الكالسيوم بالشكل ده يبقى هو موجود في شكل ايوني مش في شكل جزيئي. الصوديوم، الصوديوم مهم جدا لان عندي الصوديوم المذاب في الميه بيسبب مشكلة في التربة الزراعية وبيخلي النبات ما ينموش بصورة طبيعية. فالصوديوم هنتكلم عليه بعد كده تأثيره في الري. البيكربونيت والكربونيت دي كلها بتأثر برضو على الصوديوم ابسوربشن اللي هو تأثير الصوديوم المضمص او الممتص على الزراعة. الكلورايد والنيتريت والفوسفورس كل دي في الشكل الايوني ده، لو دخل الايرن الحديد كل ده اللي هيأثر على جودة المية لو زاد عن نسبة معينة. يعني مثلا الكلورايد لو زاد عن نسبة معينة مش هينفع في مية الشرب او مش هينفع نستخدمه للشرب مثلا. النيتريت والفوسفورس قيمتهم الزيادة بتسبب ظاهرة الاتروفيكيشن اللي هي العطم بتاعة المية اللي احنا كلمنا عليها في المياه الراكدة بتاعة البحيرات. فزيادتهم مع نسبة معينة على طول هعرف ان هي بتوجد لي مشكلة. الايرن كنموذج للميتلز بصفة عامة، وجود الاملاح طبعا المعادن ما بتدوبش، وجود المعادن في المياه بتأثر كتير جدا على الصحة العامة. فلما بنتكلم على drinking water لازم نشوف كل الهيفي ميتلز ونشوف التوكسيك ميتلز كمان، المواد السمية لو بنتكلم على المياه الشرب. لو بنتكلم على المياه الري تبع الفاو بيبقى لها نسب مسموح بيها في الميتلز. ونفس الكلام نقدر نقول لو انا عندي منتجات مخرجات صناعية ويست ووتر، اندستري ويست ووتر بتصرف على مصرف مثلا، اقدر اقول ان المياه دي هتضر بالجوده بتاعه المصرف ضرر شديد ولا مش هتضر. عندنا مثلا نتكلم على البحيرات، انا عندي 9 مصارف بيصبوا الصرف بتاعهم بكل اللي فيه صحي وزراعي وصناعي في بحيره البرولوس. فلما بحيره البرولوس تستقبل كل المصارف دي اكيد المياه بتاعه البحيره هتتلوث، مش بس بالعطن بتاع الصرف الزراعي، لا ده كل انواع، هتبقى زي ما تكون خزان لتجميع كل الملوثات صحي وزراعي وصناعي ومواد سمية كمان. يعني مهم جدا برضو ان انا اعرف ان احنا عندنا في مصر نتيجة الاستهلاك السكاني الكبير ونتيجة السلوك البشري الغير منضبط
فالمصارف الزراعية بتستخدم للصرف الصحي وللصرف الصناعي، فبالتالي لما اجي اتعامل مع مصرف زراعي اعرف ان هو محمل بكل حاجه، مواد عضويه من. فلما اجي ارمي ده في مصرف اكبر او في بحيره او على البحر على طول لازم اكون عارفه ومقدره ال 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 العواقب اللي هتترتب عن كده ومدى درجه التلوث. وطبعا ابحاث كتير جدا دلوقتي شغاله على التلوث نتيجه الصرف الشديد التلوث على المصارف، كانت نتيجتها ان مرحله المنزله اتلوثت خالص، ما عادتش بتعمل انتاج سمكي كويس ومحدش راضي يشتريه، مش نافع للتصدير، فخدوا كل المياه الصرفه اللي كانت بتتصرف على بحيره المنزله وودوها على محطه معالجه ضخمه كبيره تتعالج علشان يبتدوا يستعملوها تاني في الري اللي هي محطه المحسمه في بحر البقر عشان تروي جزء من سيناء. يعني حاولت استفيد من المشكله بتاعت الصرف الصحي، طبعا الكلام ده بيكلف فلوس كتير جدا، بس بدل ما لوث البحيره، وده حصل في كام سنه 3 4 سنين اللي فاتوا، ابتدت عمليه التطهير والمياه اللي كانت بتصرف عليها كل الملوثات اللي فيها اتنقلت بصحرات تحت قناه السويس على دخلت على محطه تعالجه كبيره ضخمه جدا قربت تنتهي، هتتفتح قريب علشان تتعالج معالجه اوليه ومعالجه ثانيه وبعدين تستخدم بعد كده في استزراع سينا. طبعا لو كان من الاول احنا ما رميناش ما بيتمش القاء الملوثات دي ما كناش احتاجنا نعمل، بس هو ده نشاط سكاني غير منضبط يعني. تاني تالت حاجة وأهم حاجة ودي بتخص بتوع الطب أكتر ما بتخص بتوع الهندسة اللي هي البيولوجيكال ووتر بارامترز، لأن هي متخصصة بالكائنات الحية اللي موجودة سواء جراثيم سواء ناقلات للعدوى سواء مركبات عضوية سواء ديدان زي اللي بتسبب امراض الملاريا والتيفود والكلام ده، هي بتبقى عباره عن كائنات حيه يعني بما فيهم الطحالب نفسها، كائنات حيه بتسبب امراض او بتسبب علاج للامراض او بحاول اعالجها بحاجه من نفس نوعيتها. فالبيولوجيكال كاركترستكس للميه دي بتاثر على الكائنات الحيه اللي موجوده في الميه وبتاثر على صحه الانسان لو هيشرب من الميه، وده بيخص اكتر الهيلث امباكت وبيهتموا بيه بتوع الطب كعلاج للاثار، لكن بتوع الهندسه بيهتموا ان هم يحددوا بالظبط الكميه اللي موجوده قد ايه وهل هي في حدود المسموح به لميه الشرب ولا لا. وده المقارنه دايما في البيولوجيكال بتبقى بمياه الشرب لان دي اللي بتاثر على صحه الانسان، انما الكيميكال بتقارن بكل حاجه صحه وزراعه واستخدامات مختلفه وعاده استخدام. ده استعراض لبعض زياده نسب الحاجات اللي ممكن تسبب امراض للانسان تسبب يعني هيلث امباكت. والأمراض اللي بتنتج عنها والأعراض اللي بتنتج عنها سواء للإنسان أو للحيوان. علشان أقدر أحدد الوجود الكائنات الحية دي بستخدم كائنات حية تانية كمؤشر زي الكوليفورم أورجانيزم. الكوليفورم دي كائنات حية بستخدمها كمؤشر لوجود ملوثات بيولوجية ولا لا. والكوليفورم جروب ده فيه أكتر من نوع، يعني إحنا يعني ممكن تاخدوا فكرة عنه وإيه الفرق بينه، بس الكوليفورم أورجانيزم ده نوع من أنواع الأورجانيزم اللي أنا باخدها كمؤشر أكشف بيه أعمل أتأكد هو درجة التلوث البيولوجي قد إيه، وإحنا هنتعامل معاه وهنشوف النسب بتاعته برضه الحدود بتاعته قد ايه، امتى اقول ان ده مؤثر مضر طبقا برضو للكودز اللي هنستعرضها في اخر المحاضره. دي ملخص لبعض مبسط لبعض الحاجات الميكروبولوجيال الخصائص الميكروبولوجيه في الحيوانات والنباتات
ايه اللي بيتأثر فيها. هنا مثلا الديدان، هنا مثلا الأجزاء اللي هي الجزر الشعرية، هنا المخلفات الإنسان، المخلفات الصلبة اللي هي دي المخلفات العضوية بما فيها البراز، الألجي اللي هي الطحالب، الفونجي ده نوع من الأنواع اللي بتنمو على الحاجات دي، البكتيريا كلها من الحاجات الكائنات الحية اللي بتنشط مع التلوث وبتنشط مع درجات الحرارة، دي مرتبطة بصفة عامة، كل دي مسببات أمراض. يعني كل واحدة من دول نقدر نقول قصادها إن في مرض. السمك مثلا في الأنيمالز من التلوث بيجي له حالة اسمها تقزم، يبقى جسمه قليل ما بيكبرش خالص. هنشوف بعد كده إن زيادة بعض العناصر ممكن تخليه يموت خالص. البلانتس برضو سواء البذور أو الجذور أو أي الخلايا بتاعتها لو حصل لها تلوث بيولوجي ممكن تبتدي تصفر وتنشف، لأن بتتسد الشعيرات الصغيرة اللي بتوصل بتعمل التمثيل الضوئي وبتعمل توصل الغذاء من الجذور لأجزاء النبات، فبتبتدي تظهر أمراض، والأمراض دي برضو معروفة بالنسبة للناس بتوع الزراعة. يعني ده يخص الناس البيطريين اللي بيتعاملوا مع الحيوانات، وفي طبعا تخصصات كبيرة في الأمراض اللي بتجيلهم. يعني مثلا الديدان اللي بتبقى موجودة في بعض الماشية وبتسبب أمراض وممكن تتنقل الإنسان، دي أمراض معروفة جدا وفي ناس بيطريين متخصصين فيها. بالنسبة للبلانتس بتوع الزراعة متخصصين فيها، بالنسبة للسمك في ناس بتوع السمك متخصصين، بالنسبة للحاجات اللي بتأثر على الإنسان أو المية اللي بيشربها الإنسان، يعني دي كلها ممكن تخش الإنسان عن طريق المية. طبعا ده بتوع الطب بيشتغلوا فيها. هو الموضوع كبير جدا ومرتبط ببعضه، بس خلينا نقول ان احنا بناخد فكرة عن كل حاجة مرتبطة بالدراسة بتاعتنا. احنا اللي يهمنا ان احنا نشوف فيه تلوث ميكروبولوجي ولا لا، وقيمته قد ايه. بعد ما حدد قيمته بتاع البيطريين يشوفوا شغلهم مع الحيوانات، وبتوع الزراعة يشوفوا شغلهم مع النباتات، وبتوع الطب يشوفوا شغلهم مع البني ادمين. انا مش مطلوب مني ان انا ادي حلول في الجزء ده، انا كمهندس مدني بتعامل مع المياه كناتشرال ريسورس، سواء في مجرى مائي، في بحر، في مصرف، انا بعمله اناليسيس كامله وبكتب تقرير عن صلاحيته واقول ده يصلح لكذا وكذا وكذا وما يصلحش لكذا وكذا وكذا. ده نهايه دوري. بعد كده كل واحد بقى بياخد النتائج دي، اللي عايز يبني، عايز يشوف الميه دي تنفع للخلط هيشوف شغله، اللي عايز يعمل محطه ميه شرب هيشوف الميه دي ويقول تنفع تدخل المحطه ولا لا، اللي هيشرب الحيوانات منها هو هيحدد. يعني انا مش مسؤوليتي، بس انا بديك فكره ان العلوم مرتبطه ببعضها والدراسات مرتبطه ببعضها. يعني انا هعمل شغلي، غيري هياخد شغلي ده ويبتدي يكمل عليه. ايه الناتشرال ووتر كواليتي بارامترز بصفه عامه؟ يعني لو اي ميه ناتشرال مش نازله من الحنفيه، يعني في نهر، في بحر، في بحيره، ايه اكتر الخواص المعروفه الكومن اللي دايما اول حاجه البيزك اللي دي لازم ادرسها، ما ينفعش تبقى اوبشنال، اللي هي الحاجات الاساسيه: درجه الحراره، الاس الهيدروجيني، الموصوليه، الاكسجين المذاب، الدي سي تشارج. لو مثلا نهر لازم ابقى عارفه التصرف بتاعه علشان التلوث هيبقى مؤثر بنسبه من الدي سي تشارج اللي موجود، ولما احب اخففه ممكن ازود الدي سي تشارج. ده بالنسبه للميه بصفه عامه. يعني بعد كده المواد المعلقه، سسبندد بارتيكوليت ماتر. ايه المواد المعلقه؟ بيبقى عندي سسبندد سوليدز، بيبقى عندي عقاره، بيبقى عندي اورجانيك ماتر زي البي او دي والسي او دي والتي او سي. الأورجانيك بوليوشن إنديكيتورز، عندي مؤشرات للمواد العضوية. خلي بالنا إن المواد العضوية بتيجي من حاجات عضوية. أكتر مصدر للمواد العضوية هي الصرف الصحي، السوليد، الجزء السوليد، وروث الحيوانات اللي هو برضو المخلفات الصلبة للحيوانات اللي بتبقى موجودة في الأراضي الزراعية على سبيل المثال، برضو اللي ممكن تنزل في المجاري المائية تتبرز وتتبول. كل الكلام ده بيبقى مصدر رئيسي للمواد الأورجانيك،
واللي بتعمل لي organic pollution. الانديكيتورز دي ديزولفد اكسجين اللي هو الاكسجين المذاب اقدر منه اعرف مدى تلوث الميه. لو الاكسجين هناخد دلوقتي مثلا نسبته اعلى من 8 يبقى الميه تمام، لو من 8 ل 6 تبقى نص نص، اقل من 6 ل 4 ممكن لو في اسماك تبتدي تتدروخ، اقل من 2 السمك هيموت، فده مؤشر لجوده الميه للكائنات الحيه. طبعا انا بتكلم هنا على كائنات حيه لان الجزء ده اورجان. الكيميكال اكسجين ديموند والامونيا، الامونيا دي بتبقى موجوده في الاسمده والمبيدات، والبايوكيميكال اكسجين. الانديكيتورز اوف اتريفيكيشن، احنا خدنا المره اللي فاتت ان الاتريفيكيشن بيجي اللي هو حاله العطن او الريم الاخضر اللي موجود على اللي بيتكون على سطح الميه وخصوصا في المياه الراكده زي البحيرات، بيبقى نتيجة صرف مواد مخلفات زراعية كتير مليانة أسمدة، من الأسمدة والمبيدات كلها مليانة مركبات نيتروجين، فوجود النيترينز مركباتها بصفة عامة زي النيتروجين والفوسفورس زي الأمونيا زي حاجات كتير بتبقى موجودة عندي في المية، ممكن الشفافية، التوربيديتي، العقارة، كل الحاجات دي بتبقى انديكيتور لوجود الاتروفيكيشن. وطبعا الاتروفيكيشن ممكن يبان بالنظر ان انا لو شفته هلاقي كمية من الريم الاخضر عايم، هلاقي البوص والمواد اللي هي بتنمو في المياه الراكدة منتشرة لدرجة مغطية المياه، انا بعرف ان في عطن، يعني انا ممكن اعرفه بالنظر بس ترجمة الكلام اللي بالنظر لكلام علمي اني عندي نيترينز كتير، عندي امونيا كتير، عندي مخلفات اسمدة ومبيدات، مخلفات زراعية كتيرة جدا. يعني الاتروفيكيشن بيجي اكتر من المخلفات الزراعية، ما بيجيش من المخلفات الصناعية، وبيظهر دايما في المياه الراكدة زي البحيرات. بيبقى عندي كمان مؤشرات للحامضية، الاسيديفيكيشن. الحقيقة الاسيديفيكيشن دي بتظهر بس في المحيطات أكتر، في المياه بتاعت المحيطات والبحار أكتر ما بتظهر في المياه العذبة، بتظهر في المياه بتاعت البحار. بيظهر حاجة اسمها ظاهرة الحامضية أو تحمض المياه، واحنا كنا اتكلمنا عليها برضو المحاضرة اللي فاتت. الاسيديفيكيشن والألخالينيتي اللي هي القلوية كلها مرتبطة بالبي اتش. لو البي اتش 7 يبقى المياه نيوترال، البي اتش من 7 ل 14 هتبقى قاعديه، من 0 ل 7 هتبقى حامضيه. وهناخد يعني شرط جميل جدا بيقول لك عصير البرتقال اللي بتفطر عليه ده البي اتش بتاعته كام واللبن كام وميه البحر كام، هيصنف لك الحاجات اللي انت عايش بتستعملها وميه الحنفيه كام، هيعرفك يعني البي اتش في حياتنا بنشوفه ازاي. الاسيديفيكيشن ممكن يبان كمان بالسلفيت اللي هي الكبريتات، النيتريت، الالومنيوم، الفيتوبلانكتون، دي حاجه خاصه بالمواد الزراعيه بالنباتات، والدايتم سامبلنج دي حاجه خاصه بالعينات اللي ممكن اخدها من الميه واعمل لها سامبلنج ممكن يطلع فيها تاثير اتروجين. في نوع من السامبلنج اسمه دايتم سامبلنج مخصوص الاسيديفيكيشن، بس برضه هرجع اقول ان ظاهره التحمض دي مش موجوده في الطبيعه غير في البحار المالحه، انما في الانهار احنا ما بنشوفش، بنشوف الاتروفيكيشن، انما الاسيديفيكيشن دي بتبقى موجوده اكتر في البحر. الايونات بقى، انا عندي في ايونات سالبه، الايونات الموجبه اسمها ايون، الايونات السالبه اسمها كاتاينز. فانا عندي طبعا عشان الانفيرمنتال كله مجرد تفاعلات كيماويه واكسده وماده الكترون بيروح من الكترون يعمل لي ماده ثانيه او يقلل ويخلي الماده في حاله ايونيه، فانا عندي الميجر ايونز والميجر كاتاينز لها تاثير كبير جدا جدا على جوده الميه، وجودها واختباراتها زي الكلوريد والسلفيت، ده الكلور
الكبريتات، الصوديوم، البوتاسيوم، الكالسيوم، المغنيسيوم، دي حاجات اساسيه في الايونات ومهمه لمياه الشرب اكتر من الزراعه. وجودها مهم جدا بالنسبه لمياه الشرب اكتر من الزراعه، واللي هو بابليك ووتر سبلاي، لايف ستوك ووترنج اللي هي شرب الماشيه والزراعه. اكتر حاجه بتاثر عليها دي، في حاجات ما تنفعش في الزراعه زي الصوديوم، لما قلنا في الصوديوم اهو قلنا بيسبب حاجه اسمها الصوديوم الممتص اللي هو بيؤدي لاصفرار النبات وجفافه، ما بينموش كويس. المعادن بقى، المعادن انا عندي منها انواع كتير جدا، زي الكادميوم مودة سمي، الميركوري ودا سمي، الكبر النحاس غير سمي، الزنك سمي، انواع كتير جدا منها مجرد ان هي ميتالز نسبتها زي الايرن، الايرن ميتالز، الايرن مش سمي، لكن لو زاد نسبته عن نسبه معينه في مياه الشرب يعمل لي مشكله. لكن الكادميوم والميركوري والزنك الحاجات دي مواد معادن سميه، فلو موجوده حتى كاثر تريس حاجه واحد من 1000 ولا من 10000 لازم نشوف هل ينفع تستخدم في ايه، يا نفصلها يا نقول ما تنفعش مثلا لميه الشرب. وده اللي بيرجع، احنا عندنا ميه الشرب بتبقى ريستريكتد اكتر، محكومه اكتر لانها بتدخل لجسم الانسان على طول. في الزراعه بيبقى العمليه اخف شويه، ان انا لو عندي ميتالز بس مش سميه ممكن اقبل بيها في الزراعه، لكن المواد السميه مش مسموح فيها الا بنسب قليله جدا، وفي اكواد ما بتسمحش بيها. المواد المشعه مش مسموح بيها خالص، يعني اي مياه فيها اثار مواد مشعه من صرف محطه نوويه او اي اختبارات نوويه مش مسموح استعمالها خالص في اي نوع من انواع الاستعمال. الاورجانيك مايكرو بوليوتنت، احنا بقول انا بتكلم بصفه عامه على الكاتيجوريز، احنا قسمنا فيزيكال وكيميكال وبيولوجيكال، دلوقتي بنقسم المياه، اتكلمنا دول خصائص المياه بصفه عامه، نتكلم عن ناتشرال ووتر، ايه اللي ممكن بقى اللي هي المياه اللي بكميات كبيره اللي احنا خدناها في اول محاضره اللي هي البادي ووتر، سواء انهار او بحيرات او بحار، ايه اللي ممكن البارامترز اللي ممكن تكون موجوده. طبعا اللي احنا بنتكلم عليه كل انواع البارامترز، لكن الانهار لها بارامترز بتبقى غالبا موجوده فيها غير البارامترز الموجوده في الليكس، غير البارامترز الموجوده في البحر. احنا بنتكلم على الناتشرال ووتر بصفه عامه، كل الانواع. لما نيجي ندخل بعد كده على الحالات الخاصه لكل حاله هنلاقي ان احنا مش محتاجين نعرف كل يعني نتعامل مع كل، بس لازم نعرفها، وهي دي الاساس في المحاضره النهارده اللي هي الناتشرال ووتر كواليتي بارامترز. ايه الحاجات اللي بتحدد الووتر كواليتي لكل انواع الناتشرال ووتر، وبعد كده حسب الحاله بتاعتي هقدر اتعامل واشوف ايه البارامترز المرتبطه بحاله الدراسه بتاعتي او بحاله الووتر بادي بتاعتي. الاورجانيك مايكرو بوليوتنتس اللي هي المايكرو يعني الدقيقه جدا وعضويه، دي زي البيستيسايدز اللي هي الاسمده، دي بيجي منها مركبات صغيره جدا جدا تعتبر مواد عضويه في المياه. انديكيتورز اوف ريديو اكتيفيتي اللي هي مؤشرات وجود مواد مشعه او اثر المواد المشعه، زي الالفا والبيتا اكتيفيتي والجاما، الاس ار والسي اس، دي مؤشرات اقدر اتعرف بيها على وجود، دي الاختبارات اللي اقدر اتعرف بيها على وجود مواد مشعه، ودي الحقيقه مش اي حد بيقوم بيها. يعني عندنا في مصر اللي بيقوم بيها هي هيئه الطاقه الذريه والامان النووي، بس هي اللي مسموح لها تعمل التجارب دي وتدي تقارير بيها وتقول هل في مواد مشعه في الميه ولا، مش اي حد يقدر يعمل التجارب دي. الميكروبيولوجيكال انديكيتور اورجانيزم اللي هي الكائنات الحيه الدقيقه اللي ما تتشافش غير بالميكروسكوب، وزي ما قلنا التوتال كاليفورم والفيكال كاليفورم، كل انواع اللي هي مسببات الامراض والانديكيتورز بتاعتها دي كائنات دقيقه جدا مش بنشوفها غير تحت الميكروسكوب. البيولوجيكال انديكيتور دي زي اللي قبلها، بس الكائنات دي
مش دقيقة أقدر أشوفها بالعين المجردة، يعني ممكن لو في مياه أقدر أعرف أقول إن المياه دي فيها ملوثات بيولوجية، أو أقدر أستعمل بيولوجيكال إنديكيتور عشان أكشف عليها. الحاجات اللي بتبقى موجودة في الفيلد اللي هي الحقلية بيبقى عندي دايماً النيوترينتس أكتر حاجة موجودة في الأراضي الزراعية نتيجة الأسمدة والمبيدات. سب إليمنتال بارامترز دي بتبقى مركبات إضافية، لو أنا حبيت عندي إمكانية إن أنا أدرس دراسة فيها تكاليف أكتر وفيها قياسات أكتر ممكن أخد بارامترز إضافية أقدر أحدد بيها. يعني مثلا الأسمدة بتترش أو بتستخدم طبقا للمحصول، والمحصول بيتزرع طبقا للتركيب المحصولي، والتركيب المحصولي بيتحدد طبقا للدورة الزراعية في الصيف في الشتاء في الموسم النيلي. فبالتالي القيم بتاعته البيستيسايد كقيمة أو الملوثات اللي ناتجة عنه في المية كمركبات نيتروجينية وفوسفورية ما هياش ثابتة طول السنة. يعني أنا لو جيت النهاردة رحت قست في منطقة ما وطلعت النتائج ده مش معناها إن هي طول السنة موجودة. ففي الحالة دي أنا ببقى محتاجة إن أنا أقيس مثلا كل دورة زراعية علشان أعرف مثلا في شهور الصيف الرز مثلا أو المواد اللي في الدورة الصيفية بتسبب لي ملوثات قد ايه وبتستهلك اسمده ومبيدات قد ايه. طب في الدوره الشتويه بتاعت البرسيم بجيب بتستهلك قد ايه وبرش اسمده ومبيدات قد ايه وبيلوث قد ايه. في الحاله دي انا محتاجه ان انا اقيس مش مره واحده، اقيس على فتره زمنيه، وده اللي هناخده ان شاء الله لما ندرس البرامج الزمنيه اللي هي اكرر القياسات كل قد ايه. في حاجات ممكن اقيسها مره واحده وفي حاجات لازم اقيسها اكتر من مره عشان ابتدي اعرف الدنيا ماشيه فيها ازاي. النون بوينت سورس كونتامينيشن احنا اتكلمنا عليها المره اللي فاتت، والفورت النون بوينت ان هو التلوث اللي مش جاي من نقطه معينه زي ماسوره صرف بترمي على مجرى مائي، دي بوينت سورس زي بير بنطلع منه ميه مالحه او بنشحنه مثلا بميه، ده بوينت سورس. نون بوينت سورس دي النقطة الواحدة دي اسمها بوينت سورس، مصدر تلوث. لو هي مش نقطة واحدة، مجموعة نقط أو على مجرى ترعة مثلا بنك أوف لترعة دي بنسميها النون بوينت سورس. فهي نون بوينت سورس هي زي إيه؟ زي الأسمدة والمبيدات. هي الأسمدة بتوصل للمية إزاي؟ أنا برش على الزرع وبعدين الميه الطريه بتيجي عليه، جزء بيتسرب للارض ويروح لاقرب مجرى مائي، وجزء بيمشي فوق السطح ويروح لاقرب. ففي الحاله دي انا ما عنديش نقطه واحده بتنقل التسرب لميه الترع او المصرف، لا انا على طول مسار الترع بيجي لي ميه من الجراوند ووتر ومن السيرفس ووتر ومن جسم الترع نفسه بالسيبج. التلوث بينزل في الترع، فالنوع ده من التلوث بنقول عليه نون بوينت سورس of pollution. لكن لو هي نقطة واحدة زي ما قلت عندي مصنع بيرمي على نقطة معينة في مصرف أو في مجرى مائي، وده بنشوفه كتير جدا الناس اللي بتسافر على كفر الزيات ويلاقوا في بعض المصانع الكبيرة اللي هناك بترمي على فرع رشيد مباشرة. في حاجة اسمها general chemistry دي يعني فيها بعض، يعني لو انا عايزه اخد جنرال كيمستري بس مش عايزه اخد بيولوجي ولا فيزيكس يبقى هركز على الحاجات دي بس. كل واحده من دول هتبقى مناسبه لكيس معينه، لما نيجي ناخد الكيسز هنعرف هنشتغل عليها. الميتلز زي ما قلت هي انواع كتيره جدا، قلتها قبل كده وبزود عليها، احنا قلنا في الالومنيوم والباريوم والكالسيوم والكادميوم والكوبالت والكروم والكوبر، كل دي حاجات فيها منها ميتال نون توكسيك غير سميه، وفي ميتالز سميه وجودها في المياه بيسبب خطوره كبيره جدا. احنا شرحنا كل الكاتيجوريز وكل الانواع. طيب لو انا اخترت بقى وعندي كل ده وانا مش عارفه
اخد ادرس ايه في الحاله بتاعتي. يبقى هنتلازم دي اللي كانت موجوده على الصفحه الكفر اللي هي البارز اللي موجوده. اشهر حاجه هعمل لو انا عندي مثلا مجرى مائي، هشوف العمق بتاع الميه، لو هو له تصرف هشوف التصرف بتاع الميه. ده اول حاجه، ده بنسميها البيانات الهيدروليكيه او الهيدرولوجيه، يعني دي مش ووتر كواليتي، دي خاصه بالمجرى نفسه. لو بحيره بشوف اكبر عمق واقل عمق فيها. بعد كده ببتدي اشوف الفيزيكال كاركترستيك اللي هي الكلاريتي، الوضوح بتاعها، اللون، الاودر، يعني بصفه عامه العقاره والحاجات دي بالنظر بعرفها. التمبريتشر بقيسها، بقيس المايه وبقيس الهواء اللي فوقها. بعد كده بقيس المناخ اللي موجود، الوزر اللي هو الكلايمت، الهيوميديتي، درجه الرطوبه، اي حاجه متعلقه بالرياح، الكلام ده كله بيأثر. ده برضو اشوف المناخ اللي موجود مؤثر واللي كان قبلها. اشوف درجات الاكسجين المختلفه، واحنا قلنا ان الاكسجين مهم جدا للكائنات الحيه سواء طحالب او اسماك، فوجوده مهم جدا، وهو بيتغير على مدار السنه او على مدار المواسم. يبقى لازم اشوف الليفلز بتاعته قد ايه. البي اتش مهم جدا عشان القاعديه والحامضيه. وجود الايكولي بكتيريا ده مهم جدا ان انا اعرف بالمؤشرات بتاعتي البيولوجيكال انديكيتورز هل هي موجوده ولا لا. التوتال فوسفورس اللي هو كميه الفوسفات الكليه مهمه جدا عشان الاتروفيكيشن. التوتال نيتروجين والامونيا مهم جدا على عشان الاتروفيكيشن. الكلوروفول اي ده مهم جدا عشان الثلاث حاجات الاخرانيه دي مهمين جدا للاتروفيكيشن. ده مهم جدا للبيولوجي. كل اللي موجود ده مهم جدا للكيميكال والفيزيكال كاركترستيك، بالاضافه للبيانات الهيدروليجيه للجزء الناتشرال ووتر اللي انا بشتغل عليها. لو بحر بيبقى بشوف مثلا سرعه الامواج قد ايه، والمسافه بالشط وعمق بيغير قد ايه. لو نهر او مجرى مائي له تصرف بشوف التصرف والسرعه والباسيمتري القطاب قد ايه، والووتر ديبس قد ايه. دي الحاجات الاساسيه اللي هبتدي فيها وانا شغاله. بقى لو حبيت ازود ظهر حاجه مستجده، وبرده بيحكمني في كل دوت البادجت، الفلوس المحدده للدراسه. لو انا عايزه اوسع الموضوع شويه والعمليه مبحبحه معايا، هبتدي اخد قياسات لكل ده. ده دي ليستة اكبر من التانية. يعني انا لو مش عارف حاجه خالص، مش عارفه احدد، ابتدي بدول، وبعد كده هيظهر معايا ايه اللي انا محتاجه له اكتر او ايه اللي مش مهم. دول اساسيين، سواء بيولوجي او فيزيكال او كيميكال. لو العمليه كويسه معايا شغاله كويس اكتر، ممكن اعمل دي لست اكبر شويه. دي تنفع لحاجات كتير، تنفع اختبار عام للميه، سواء لميه الشرب، لميه الزراعه، لاي استخدامات. هشوف الحراره، هشوف الريحه، هشوف التوتال سسبندد سوليد اللي هي العقاره، هشوف الالكتروكوندكتيفيتي، هشوف البي اتش، هشوف الاكسجين المذاب، هشوف الاورجانيك ماتر السي او دي والبي او دي، هشوف الامونيوم، النيتريت والنيترايت، الفوسفات، مركبات الفوسفات، الميجر ايونز، الالكالينيتي والاسيديتي اللي هي مرتبطه بالبي اتش، هشوف الميكروبيولوجيكال انديكيتورز اللي هي الايكولاي والفيكال كاليفورنز اللي بستخدمها عشان اشوف فيه ملوثات بيولوجيه ولا لا، الاتروفيكيشن يعني ده واحد بس من الثلاثه اللي احنا بنقيس بيهم الاتروفيكيشن، لكن انا بقيسه بالكلوروفيل ايل مع التوتال فوسفورس ومع التوتال نيتريت. الهيفي ميتالز مهمه جدا، الاورجانيك مايكروبوليوتنز مهمه جدا. ده لو العمليه ما بقششها معايا وعندي امكانيه ان انا اعمل اختبارات اكتر واخد عينات اكتر. طب لو ما عنديش امكانيه ماديه تكفي، او هعمل دراسات اوليه بس وبعد كده احدد، يبقى هكتفي بدول. دول موجودين في الليسته اللي قبلها في التي اس اس والتي دي اس، التمبريتشر والبي اتش، الالكتروكوندكتيفيتي اي سي، الجي او، مركبات الفوسفات والامونيا عشان النيتروفيكيشن، والبريودكلي توتال بي اند ان. البي اللي هي الفوسفورس،
الفوسفات والان اللي هي النيتروجين. بريودكلي يعني تغير نسب الفوسفات والنيتروجين مع الوقت، ممكن كل هناخد بعد كده ان احنا ممكن نعملها كل 3 شهور، ده لو الامكانيات محدوده او لو انا بعمل دراسه مبدئيه ومش محتاجه اصرف كتير في الاول. واحنا فعلا في الحقيقه بنعمل تيست مونيتورنج، ان انا باخد عينات واشوف كده الدنيا ماشيه ازاي، ده موجود كتير اركز عليه، ايه اللي اقيسه مره واحده وايه اللي اقيسه كل فتره. فممكن ابتدي ببعض المؤشرات دي، بتديني مؤشرات لحاجات كتير، لكل الحاجات اللي انا عايزاها ابتدي بيها في الاول كتست اكسبيرمنتس او تست مونيتورنج، وبعد كده ابتدي ازود عليها او اشيل منها حسب ما تظهر النتائج بتاعتي. دي الرسمة اللي موجودة في الصفحة في الكفر. وبعد ما احنا اتكلمنا على التقسيمات، ده كمان كاتيجوري مختلف التقسيم، ودي البارامترز اللي احنا اتكلمنا عليها. زي ما قلت دي مش كل البارامترز، بس دي انا جايبها لكم من ريفرنس، بيقول ان دي اكتر البارامترز اللي الناس لما بتعمل ووتر كواليتي اناليسز بتعمل لها بتطلع نتائجها. يعني دي من حوالي 59 كيس ستادي، دي اكتر بارامترز الناس بتستخدمها. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 21 بارامتر. طبعا انا ما حسب الامكانيات زي ما قلت عندي اقدر اقيس. احنا يعني لو تتخيل ان انا عشان اقيس مثلا، وده ان شاء الله هنقول بتفصيل المره الجايه، عايزه اخد عينه من الميه فرع رشيد مثلا، هاخدها ازاي؟ سامبل، بضطر ااجر مركب واجيب معايا بتاع مراكب يسوق المركب، باخد معايا العينات بتاعتي واخد معايا جي بي اس عشان احدد النقطه بالظبط اللي انا عايزه اخدها، بكون محددها من الاول على الورق وبنزل اوصل عند النقطه بالظبط، اتاكد ان المكان مظبوط، اشوف علامه ثابته اتاكد منها عشان كل مره ارجع اقيس تاني ابقى مثبتها، حاجه مثلا عمود نور، منشا، حاجه معينه، محل معين. وبعد كده اخد العينات بنزلها بطريقه معينه في طريقه معينه لاخد العينات. كل ده بيكلف فلوس. لو انا هعمل تيست في الفيلد او هاخدها بعد كده اعمل لها تيست في المعمل، كل ده بيكلف فلوس. فانا علشان اعمل تجارب كتير بيبقى معناها تكلفه كتيره جدا. احنا بنتكلم واحنا قاعدين بنشرح، لكن لو انا مطلوب مني اعمل دراسه لازم هقول البادجت قد ايه الاول، وفي حدود البادجت يبقى هدرس اهم العناصر. بس لو عايزين حاجة إضافية نطلب بادجت زيادة أو خلاص نكتفي بكده. فدي العناصر اللي معظم التقرير بتعملها، بس ده مش معناه إن كل تقرير خد كل العناصر، بس دي بتغطي كل الحاجات اللي ممكن نتكلم عنها. ده البي أو جي والجي أو والنيتريت والبي اتش والكوندكتيفتي، الحرارة، الأمونيا، الأملاح، الفوسفات، العقارة، الايونات الاساسيه، التربيديتي، العقاره، السي او دي، الكيميكال اكسجين ديموند، الفيتال كاليفورم، الفوسفات، الكربونات، الهيفي ميتال، التوتال كاليفورم، التوتال نيتروجين، النيترايت، التي او سي. كل الحاجات دي احنا تعرضنا ليها تقريبا واحنا بنشرح. فدي ده شارت، وده عشان كده حطيته على بدايه المحاضره، بيقول لك ده اللي اكتر حاجه الناس في العالم كلها بتقيسها. بس انت بتحدد لو انت مثلا شغال في بحيره، لو انت المشاكل عندك صناعيه هتاخد الجزء اللي يخصك، ما انتش محتاج، بس ممكن تختار من دول. يعني الشرط ده ممكن يبقى غايد بالنسبه لك، انت تقدر تقيس ايه وايه المهم، وممكن تقيس في الاول كل حاجه، واللي ينور معاك اللي يطلع مثلا الرقم بتاعه مزعج او كبير تقول لا ده انا محتاجه اقراها اكتر مره، محتاجه اعيد القرايه تاني والتجربه لان انا جايز اكون قريت غلط، فممكن اعمله كتست في الاول وبعد كده احدد في ضوء البادجت ايه الحاجات اللي انا هقدر احددها. بس انا مش في كل تقرير بعمل كده. ده تاكيد للكلام اللي انا قلته قبل كده، ايه الهدف وايه المصدر وايه اللي انا بعمله كل مره لو عايزه اقيس. يعني ده ترجمه للشارت اللي قبل ده على طول. انا كنت اتعرضت للميجر ايونز او كاتايونز، فهم هنا قايلهم بالتفصيل وبالرموز
بتاعتهم. زي ما قلنا الايونز بتبقى فيها علامه بلس، الكاتايونز بيبقى فيها علامه ماينس. كلمه بلس دي معناها احنا عارفين ان الذره بتتكون من بروتون وحواليها الكترونات في مدارات، فالمدار الاخير لو اكتسب بروتون الكترون من حاجه ثانيه ماده ثانيه بيزود عدد الالكترون فبنعمل علامه البلس. لو بلس بلس يبقى فيه اتنين الكترون زايدين. لو اتاخد منه الكترون من المدار الاوربت الخارجي بنحط هنا علامه ماينس، ولو ماينس ماينس يبقى اتاخد منه اتنين الكترون. علشان انا كده برجعكم للايونز والكاتايونز اللي كنتوا بتاخدوها في الكيمياء في اعدادي، احنا مش هنتعمق فيها قوي بس عايزين نعرف هي الحاجات دي في الوضع الايوني بتاعها بتاثر على الكواليتي ازاي. ادي المغنيسيوم والصوديوم والبوتاسيوم يعني يهمني تعرف بس الرموز. يعني المغنيسيوم هو ام جي، لو هو في حاله ايونيه هيبقى بالشكل ده. انا عايزك بس تعرف الرموز، ولو سالتك الرمز ده عباره عن ايه تقول لي ده الصوديوم في الحاله الايونيه او الصوديوم في الحاله الذريه بس مش اكتر. يعني تبقى بس عارف ان انا عندي ميجر ايونز، ودي من الحاجات اللي بتاثر معايا على الواتر كواليتي. دي الانايونز، انا اسفه العكس، انا قلت الانايونز هي اللي فيها زياده، لا الكاتايونز هي اللي فيها زياده والانايونز هي اللي فيها الماينس. وادي الانايونز عندي في الكلورايد والسلفيت والكربونات والبيكربونات والفلورايد والنيتريت، وادي الرموز بتاعتهم، ناقص الكترون هنا، كل ده الكلور، ده السلفيت، الكبريتات، ده الكلورايد، هنا ناقص بروتون. برضو ده بيبقى مؤشر عندي للقاعديه والحمضيه، لو لاحظنا كل دول هنلاقيهم كلهم حمضيين، اللي ناقص منهم بروتون واللي زايد فيهم الكترون هم قاعديين. ده الرموز بتاعت المواد والنسب بتاعتها والتركيز بتاعها في سامبل في نهر معين في سنة معينة. ده سامبل للعينات، ادي الكاتايونز وادي الانايونز، الكونسنتريشن بتاعهم، الكاتايونز بتاعتهم، الانايونز والسم. ده دي مجرد سامبل للنتائج لكونسنتريشن للايونز الميجر ايونز والميجر كاتايونز في نهر معين اسمه ليفينج ستون في سنة 1963. عشان بس ده بيخليك تبقى تشوف النتائج في الاخر ممكن تعرضها ازاي، واحنا هنتعلم ازاي نعرض النتائج. الكربونات إكوليبريم، الكربونات من الحاجات المهمة جدا، دورة الكربون إن شاء الله هناخدها وسط الحاجات اللي هنتكلم عنها. دورة الكربون مهمة جدا في يعني في الأتموسفير في الجلوب كله. الكربون والبيكربونات وتحول الكربونات بإضافة هيدروجين للبيكربونات، ده مهم جدا جدا لحالات في اتزان كربوني في الكرة الأرضية كله، في حالة اتزان كربوني. عدم الاتزان الكربوني ده بيجي نتيجة تحول الكربونات من حالة لحالة، من الكربونات للبيكربونات، بإني أنا بتتحول التركيب الكيميائي بتاعها، فأنا لازم يكون عندي حالة من الاتزان علشان أحافظ على السيستم بتاعي ستيبل من الناحية البيئية. الكربونات إكوليبريم ده في ثاني اكسيد الكربون، في البيكربونات، لا دي بيكربونات، في ال CO3 ثالث اكسيد الكربون، في ال OH and ال H plus، كل دي اللي بتأثر عندي في عملية تحول الكربون ثاني اكسيد الكربون الموجود في الجو العادي لمركبات تانية بنسميها الكربون. على فكرة الكربونات ثاني اكسيد الكربون اللي موجود العادي في الجو هو السبب الرئيسي في ظاهرة التحمض او الاسيديتيشن اللي قلنا عليها في المحيطات، تعرض سطح المياه للجو العادي بما فيه من CO2 اللي هو ثاني اكسيد الكربون، بيحصل تفاعلات مع المياه المالحة. طبعا المياه المالحة دي فيها
الكلوريد الصوديوم اللي هو الملح نفسه بيتفاعلوا مع بعض وبتظهر ظاهرة الحامضية عندي، بيحصل تفاعل. فدي حاجة بتحصل طبيعية مش نتيجة تلوث، بس بتعمل لي مشكلة بيئية. ده اللي كنت قلت لك عليه. شرط ظريف جدا اللي في البي اتش بيحدد القلوية والقاعدية لأي مادة، لأي ليكويد. فالزيرو اكستريملي اسيدك، 14 اكستريملي بيزك قاعدي، النيوترال من 7. ادي الخط النيوترال عند 7، ده الملك تقريبا نيوترال. شوف بقى الليمون جوس كام، البي اتش 2، البطاريات، الحجر البطارية، لا دي الووتر على فكرة، الأمونيا، الصودا بتاعت الطعمية والكيك. أنا عندي هنا النيوترال عند 7، فلو طلعت كده لحد زيرو أنا بزود في الحامضية، لو نزلت لحد 14 بزود في القاعدية. ده شرط ظريف جدا جدا، بيعرفك بطريقة عملية انت الليمون جوس بتاعك حامضي ولا قاعدي، وحامضي بدرجة قد ايه. المية البيور ووتر او المياه المعقمة المية بتاعتها 7، هي مش موجودة هنا ناقصة، او الرسمة مش متظبطة، هظبطها وارجعها تاني. النيوترال الستيلد ووتر اللي هي المياه المعقمة البي اتش بتاعتها 7 بالظبط. دكتور ايوه دكتور، بعد اذنك ممكن كفايه كده النهارده. ما انا خلصت. احنا خلص والله يا دكتور. طيب حاضر حاضر. نكمل يا دكتور. تعبتوا بجد؟ والله بجد. والله يا دكتور. الكلام اخر اليوم اصلا مهنجين خالص والله. طب انا هوقف عند دي لانها مهمه، والسكاشن تكملوا. كان عارفه انكم ماشيين في السكاشن كويس، بس المحاضره مختلفه عن السكاشن. وانا اتمنى الجزء اللي انا هسيبه انتوا تقروه وتتناقشوا في مع المعلمين في السكشن. ما نبدا بيها يا دكتور المحاضره الجايه؟ نعم نبدا بيها المحاضره الجايه عادي. طيب خلاص اوكي، ما عنديش مشكله، اصل السكشن مغطيه الجزء ده. طيب خليني اقول بس الرسمه دي اللي هي ايه الفرق بين النيوترال والحامضي والقاعدي. الحامضي بياخد بيتشال منه الكترون، القاعدي بيتضاف عليه الكترون، والحامضي بيتشال. هو كلها عمليات كيميائيه. كلمه بلس معناها ان انا زاد عندي الكترون من حته ثانيه، من ماده ثانيه. كلمه ماينس معناها ان انا اتاخد مني الكترون من عنصر ثاني. الجزء اللي كلمتكم اللي اديتهولكم قبل كده ده محدد اكتر السكيل بتاع البي اتش في مواد اكتر من السلايد اللي قبل كده. تمام. دي القاعدية والحامضية، دي تشمل الجزء بتاع البي اتش، فهنا مش هنحتاج لها. هنبتدي من اول الاورجانيك انديكيتورز. تمام تمام شكرا. هبتدي بيها المحاضرة الجاية، قبل هكمل لها المحاضرة الجاية قبل ما نخش على المحاضرة بتاعتنا. تمام. يا ريت نقراها علشان لو اتغطت في السكاشن تبقى على الاقل عندكم فكرة. تمام. مش عارفه فاضل كام سلايد عن المحاضره، مش باين. يعني هو فاضل بس الجزء ده اللي هو بقيه الانديكيتورز والجزء بتاع الستاندرد. فانا يهمني جدا ان انا اشرح لكم بنفسي الجزء بتاع الستاندرز اللي هي الريجوليشن، الفاو والدبليو اتش او اهم حاجه فيها، والحاجات الستاندرز الرئيسيه اللي بنقارن بيها. ان شاء الله نبتدي بيها المحاضره الجايه. انا عارفه انه الوقت اللي قبل الفطار ده بتبقوا مستنزفين. انا كنت لما زميلكم مندوب الدفعه قال انكم اجازه، فقلت على ما تصحوا حددت الميعاد، ما رضيتش اعمله بدري. ولما حددت قال لي في ناس في المشاريع، معلش نتاخر شويه. بس انا عارفه ان الوقت ده مع الصيام بيبقى ما فيش حد بيقدر يركز، فانا عذركم وهكتفي بهذا القدر. تمام شكرا جدا والله يا دكتور. كل سنه وانت طيب. حضرتك طيب.
دكتور، شكرا لحضرتك.